كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. tasas de rendimiento en los bancos islámicos son decisivas en cuanto a la gente que quiere hacerse clientes de estos bancos islámicos en Sharia como en finanzas para trabajar en estos bancos. Madame Nadja a répondu favorablement. Nous la remercions et nous remercions tout le congrès. الدكتور فلاح نجم العاني من العراق، ديوان الوقف السني ممثلا لهذا المؤتمر، وهو مؤتمر عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولاقى حضور كثير في هذا المؤتمر من جميع دول العالم في برشلونة، وكان له بصمة للإعجاز العلمي في هذا المجال من أساتذة وباحثين في المجال العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية التي لقيناها في المؤتمر الناجح إن شاء الله. وشكرا. Quiero dar las gracias a la doctora Nadja Lopti a haber tenido la oportunidad de asistir a este tercer congreso de finanzas islámicas. Hemos podido ver en este congreso que el Islam es una religión moderna, una religión que aparte de cubrir las necesidades espirituales que tenemos todas las personas, cubre también las necesidades materiales que estas tenemos. Las finanzas islámicas son un soplo de esperanza para muchos millones de personas en el mundo. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ مصطفى الحشوفي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المغرب. أتيت إلى هذا المؤتمر الثالث للمالية الإسلامية ببرشلونة للمساهمة مع مجموعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في المالية الإسلامية لنتدارس ونتداول في مستجدات المالية الإسلامية وسبل تنزيلها، خصوصا في البلدان التي البلدان الغربية مثل إسبانيا وتحديدا برشلونة. وكانت لنا الفرصة أن تعرفنا على تجربة رائدة وتجربة رائعة في تنزيل بعض مكونات المالية الإسلامية، على سبيل المثال الأوراق التشاركية وتأمين تكافل هنا ببرشلونة، قادها مجموعة من المغاربة من الجالية المغربية ببرشلونة، وهي تجربة تعد رائعة ويمكن يعني محاكاتها في مناطق أخرى. دكتورة فايزة عماد من جامعة البليدة بالجزائر، تخصص حماية نباتات وتقنيات حيوية للأحياء المجهرية. تدخلت في هذا الموضوع بتفسير أو تحت عنوان ورقة تحت عنوان التكافل الزراعي والتكامل في آيتي 32 و33 من سورة الكهف، في مؤتمر الثالث للمصرفية المالية ببرشلونة بإسبانيا، التي قامت يعني قام بتنظيم هذا المؤتمر منظمين من المغرب ومن الإسبان. وصراحة يعني الملتقى جد طيب وجد ثري، ويعني إلقاء أو إنجاز مؤتمر في بلد أوروبي وفي إسبانيا في حد ذاته هو إعجاز بمعنى الكلمة. حقيقة يعني معكم نجية لطفي، دكتورة من بين المنظمين لهذا المؤتمر الثالث للمالية الإسلامية ببرشلونة. هذا المؤتمر هو من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية بإسبانيا، وكذلك هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بشمال المغرب برئاسة الدكتور بورباب، وكذلك مركز الإسلامي الثقافي بكورنيا التوبة. فثلاث منظمين ساهموا في هذا الإنجاز. هذا المؤتمر الهام في حقيقة الأمر كان مهما جدا، وخصوصا ما ميز هذه النسخة من هذا المؤتمر هو حضور الدكتور والعلامة الشيخ زغلول النجار، فكان حضوره فقط يعني عربونا على مودته للمنظمين بصفة عامة ولبلد إسبانيا كذلك، وكذلك لرغبته في التواصل
ومزيد من العطاء في مجال الإعجاز العلمي في الاقتصاد في القرآن والسنة. رغم ذلك يعني فشل علماء الفلك فشلا كبيرا في إعطائنا صورة عن بنية هذا الكون، يعني يضعونه عدد من الكرة المتصادمة مع بعضها البعض، أو الحوائط الموازية لبعضها البعض، أو الأقراص التي يعلو بعضها بعضا، ويدعون أننا نعيش في قرص السابق. سي سعيد بارك الله فيك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.